السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تحل مشكلة خطأ في الاتصال او لا يوجد اتصال على متجر جوجل بلاي. لما اجي اعمل تثبيت لاي تطبيق او اي ابلكيشن عندي على التليفون، هعمل معاكم تثبيت كده زي ما انت شايف، واضغط على كلمة قبول. على طول بيقول لك انا ليس هناك اتصال زي ما انت شايف فوق كده، ويقول لك انا خطأ ليس هناك اتصال. المفروض عليا ان انا اعمل ايه؟ كل عليك بس انك تخرج من اي حاجه او اي تطبيق موجود عندنا على التليفون. بعد كده بتروح عندك على الاعدادات وبتدور على حاجه اسمها هنا التاريخ او الوقت. في اي تليفون هتلاقي فيه التاريخ والوقت. دلوقتي لو جيت تبص عندك على التاريخ والوقت، في تنسيق اللي هو ال 24 ساعه حاول تفعلها، مش موجود عندك مش مشكله. دلوقتي المنطقه الزمنيه التلقائيه الغي تفعيلها، ولا كان التاريخ التلقائي والوقت الغي تفعيله، قول له ايقاف. وابدا انت اكتب التاريخ بايدك زي ما انت شايف هنا، التاريخ متلخبط ممكن يكون فعلا من التاريخ. يعني احنا في النهارده 7 يوليو، لو جيت اروح كده عندي على يوم 7 هنا كده تمام 2023 واقول له تمام، وعندي هنا الوقت. الوقت هتلاقيه عندك متلخبط، انا بحدد الوقت على حسب ما هو موجود حاليا، بخليه 11:44 واقول له تم. دلوقتي بقى بترجع تاني للتطبيق او الابليكيشن اللي هو متجر جوجل بلاي، وزي ما انت شايف كده قال لك لم يتم العثور على النتائج. ابدا افتح التطبيقات وقول له تصفح على التطبيقات او الالعاب، واختار اي تطبيق من التطبيقات اللي قدامك دي واعمل لها تثبيت وقول له هنا قبول. حاول كده تجرب الطريقه دي. زي ما انت شايف انا عملت تاني تثبيت وقبول. انا هلغي الرساله دي عشان اشوف هتظهر لي تاني ولا لا. هضغط على كلمة تثبيت تاني واقول له هنا قبول. برضو قال لي هنا ليس هناك اتصال. بص بقى انا هقول لك بقى من غير لف ودوران الحل كله. كل عليك انك اكيد تقدر تفتح اي متصفح عندك على التليفون. بعد كده بتروح تنسخ الكلام اللي هسيب لك الرابط بتاعه موجود في الوصف او التعليقات، اللي هو جوجل بلاي ستور 31.4.10. بعد كده بتعمل بحث وتروح عندك على اي موقع من المواقع دي وحاول تنزل التطبيق. وعلى سبيل المثال ان انا هختار الموقع ده وبنزل تحت كده شويه بقول له هنا داونلود، وبعد كده التطبيق معايا ينزل بشكل تلقائي. هتستنى شويه كده لحد ما تشوف على حسب سرعه النت عندك هو هيعمل داونلود للتطبيق. بقول لك قد يلحق هذا النوع من الضرر الملفات ضرر بجهازك، اقول له موافق وخلاص، وكده كده امان يعني، ما تقلقش ما فيش فيه اي حاجه خالص. بقول لك هنا جاري بدء التنزيل، وبتشوف الملف اللي هيبدا يتنزل فيه زي ما انت شايف ده كده. انا نزلت التطبيق سابق وان انا نزلته، يعني انا بضغط عليه ضغطه كده وبعد كده بقول له هنا جديد. زي ما انت شايف حتى شكل التطبيق اتغير، بيقول لك هنا جديد قول له تثبيت. وبتستنى شويه بقى لحد ما يتم انتهاء تثبيت من التطبيق جوجل بلاي. زي ما انت شايف كده وحتى التطبيق بيبدا يتثبت ويبدا يتحدث من جديد، ومن خلال الطريقه دي تقدر تشغل عليها كل التطبيقات وتقدر تنزل عليها كل التطبيقات اللي انت عاوزها. زي ما انت شايف كده انا بستنى شويه لحد ما يتم انتهاء تنزيل التطبيق، وبعد كده بتقول له هنا فتح. لو طلب منك تحديث الخدمات هيقدر يتحدث معاك عادي جدا. خلاص ده انا مش عاوزه علشان بس ما تقلش فيه سرعه النت، هلغي ده خالص تمام. زي ما انت شايف كده بدا يفتح معايا الجوجل بلاي، وحتى شكله كمان اتغير. يعني لو جينا نبص بره كده شكل التطبيق اتغير بعد ما كان شكله كده كان قديم. يعني دلوقتي هدخل بقى على تطبيق الجوجل بلاي، وبعد كده بروح عندي على الواتساب ماسنجر. على سبيل المثال ان انا انزل الواتساب عندي، هرجع كده خطوه، ومعلش التليفونات دي بتبقى تقيله شويه، فانا لو حبيت ان انا اعمل داونلود على الواتساب كده او اعمل داونلود للجهاز بتاعي بقول له على طول تثبيت، وبستنى شويه لحد ما يتم انتهاء تثبيت التطبيق بتاعي. طبعا كنت بضغط على قبول يظهر لي خطا في الاتصال، دلوقتي بضغط على قبول وعلى طول هيبدا ينزل معايا الواتساب عادي جدا. حاول تاني كده. زي ما قلت لكم التليفونات دي بتبقى بطيئه شويه اللي هي الاصدار القديم. كده بدا ينزل زي ما انت شايف تطبيق الواتساب عادي جدا من غير اي مشاكل. ولو انت حابب يعني تستخدم الطريقه دي، حاول توقف اي تحديث
من خلال انك تروح عندك على الاعدادات، لان التحديثات دي حرفيا النوع من الاجهزة دي بتتقل مع التحديثات. يعني حاول توقف التحديثات دي خالص. انا كل عليا بس بروح عندي على بعض، ادور كده على حاجة اسمها التحديثات، افضل ادور عليها زي ما انت شايف كده. قال لي هنا تنزيل عبر اي شبكة، اقول له لا ايقاف. طبعا طرح السؤال كل مرة، وهنا تشغيل فيديوهات تلقائيا، عدم تشغيل الفيديوهات، والتحديثات للتطبيقات تلقائيا، عدم تحديث التطبيقات تلقائيا. وتروح عندك على اي تطبيق بيتحدث وحاول تلغيه بقى علشان انت ما تتقلش فيه حجم الجهاز بتاعك. يعني انا اروح عندي على الخرائط واقول له الغاء، تمام. وطبعا انا بعاني من سرعة الجهاز ده، هرجع تاني كده خطوة. اكيد دلوقتي بعد ما انت شايف الواتساب بيبدأ ينزل زي ما انت واضح قدامك هنا، تمام. هي الطريقة دي كده 27%، الطريقة دي ناجحة 100%. انت عشان بس تتخطى اللي هو خطأ الاتصال والاصدار القديم من جوجل بلاي ولازم تعمل له تحديث، يبقى احنا كده حلينا كل المشكلة اللي انت عاوزها في خطأ تحديث الجوجل بلاي. وكده انا الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.